أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة متجددة من برنامج لكي، البرنامج اللي بنحاول نتحدث فيه عن مختلف المواضيع اللي تهم عالم المرأة والأسرة، ونحددها شخصيا للمرأة، لأن المرأة هي النصف الحلو في المجتمع. نتمنى أنك تقضي معنا وقت جميل ورائع. أهلا بك. كل يوم يكون عندي بداية أبدأ فيها. اليوم أنا محتارة، مش عارفة من فين أبدأ. أحياناً في مواضيع بتطرأ علينا بشكل طارئ، ما بنتوقعهاش، ما بنتخيلش إنها تحصل معانا، أو حتى لو حصلت ما نتوقعش إنها توصل لذاك المستوى الكبير. لكن أعتقد إنه كل امرأة في حياتنا، كانت يمنية أو غير يمنية، بتتعرض لها وتعيش معها. أكيد والكل عارفين حاجة اسمها التنمر. عارفين ايش معنى التنمر؟ التنمر انه مجموعة اشخاص يتفقوا عليك، يحاولوا يسوؤوا لك بطريقة او باخرى، عن طريق السخرية، الاستهزاء، الاستعباط، الاستغباء، اشياء كثيرة. بيحاولوا انهم يدمروا فيك الاشياء الجميلة والحلوة اللي انت بتتميزي فيها، او اللي انت عرفتي فيها عن طريق عملك، شغلك، حياتك الخاصة، دراستك، أشياء كثيرة. نجي للفقرة اللي يعني هي أساسية في حياة كل امرأة، اللي بالذات اللي بيشتغلوا، النساء الشغالات العاملات على أنفسهم، اللي انفرض عليهم انهم يشتغلوا اما لاقتناع بسبب معين، اما عشان يصرفوا على انفسهم اهاليهم، اما عشان المرأة تكون نفسها وتكتب لها بصمة واقعية وتكون لها اسم معين في نطاق الحياة. لكن فجأة مع الزمن سبحان الله، في ناس بتلاقيهم يوقفوا معها، يدعموها، يساندوها، قد يكونوا من زملاء العمل، قد يكونوا إدارة، قد يكونوا أهل، قد يكونوا صديقات، وحبة حبة تبدأ نوعا ما في التميز، في التفوق، في الظهور، في البروز. بنيجي لعند الجهة الثانية اللي يضحك لك من الأمام ويطعن من الخلف أو يسيء لك من الخلف. فبتلاقي إنه بعض زميلات عملك أو بعض زملاء عملك بيتعاملوا بأشياء أنت ما كنتش تتوقعيها. إما بيسيء لك عند مجموعة معينة من زملاء العمل المشتركين، فهذولك على طول يجوا يوصلوا لك الكلام، فلان قال عنك كذا وكذا وكذا. فهذه الخطوة الأولى، أول ما يوصل لك كلام فلان قال عنك كذا وكذا، احذري إنك تدخلي في نقاش وتنزلي من مستواكي، من قيمتك، من كرامتك، وتروحي تقولي ليش قالوا، كيف ومتى وعلى إيش وإيش السبب، وأصلا أنا وأنا وأنا، لأنك بتحط في نفسك في مواقف أنت أكبر منها بكثير. وعندنا قاعدة تقول من نمى لك نمى عليك. الموضوع الثاني من التنمر اللي بيحصل أحيانا في وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق كتابة الأشخاص لمنشورات سيئة تسيء لك بشكل مباشر أو غير مباشر، يستهدف فيها الانتقاص من شخصيتك، من عملك، من أدائك. بينزل مثلا صورة، صور سيئة، صور حيوانات، صور أشياء غبية، صور أشياء مع احترامي وتقديري لا تليق بالقيمة الإنسانية، وهذه زميلتي فلانة أو هذه علانة، أو أنا نفسي أقول لفلانة أو كذا أنها تشبه هذا الشخص أو 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 أو. فإياك إنك تفتحي الفيسبوك وتدخلي تردي، لأنك برضو حتنزلي من قيمتك. في معك ناس حيردوا عليه ويعلموها الأدب في حال إنه أهله معلموه الأدب. في معك زميلات، وزميلات العمل هذا قصة ثانية، لأنه كلكم محاربة المرأة للمرأة كوم ثاني. أنت تكوني على نياتك مسكينة، تعلميهم، تسانديهم، تفهميهم في أداء تصورات مفتكرة، في تتجاوز مشاكل معينة، في أشياء، وهم بيردوا لك العكس بالعكس في الجهة الثانية. في عندك مدراء قد تشتغلي معهم، هذا المدراء يكونوا سائلين معك، واقفين معك، داعم لك، ساندينك، لكن في فترة أو في مرحلة من المراحل تحصل خلافات شخصية تدخل في نطاق العمل وتؤثر سلبا بشكل غير جيد على مستوى عملك. في ناس اللي لا يعرفك ولا يصرفك ولا تربط أي علاقة فيك، بس كذا من اللي لا في الله فاضي يشتهر، مش عارف كيف يشتهر من وراء راسك، فيقوم كاتب عليك عبارات سيئة، رسائل مش كويسة، منشورات
معفنة زيهم، وأنا آسفة لاستخدامي هذه الألفاظ، لكن الموضوع ده أصبح يحدث بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. بينزل أي إساءات علشان فقط يشتهر، علشان فلان الفلاني يعرف، فمش قادر يصنع لنفسه قيمة كرجل، وفاكر إنه قيمته كرجل حتصنع وحتكون مضبوطة من هذه الناحية. في حالة تعرضك للتنمر يا عزيزتي، كوني ريلاكس جدا جدا جدا، هادئة جدا جدا جدا، أكثر من هدوءك في أي مرحلة من المراحل. أنت مش ملاك عشان ما تنفعليش، انفعلي وزعلي وكذا، بس بينك وبين نفسك أو بينك وبين الناس اللي بتثقي فيهم، اللي بتربطك فيهم زمالة وصداقة محترمة وقوية، ممكن إنهم ينصحوك، ممكن إنك تفضفضي معاهم، ممكن إنك تاخذي وتعطي معاهم، لكن انك تنزلي نفسك لمستوى الرد اياكي. انت حتردي عليهم بس بحاجه ثانيه، بانك تستمري في عملك، تستمري في تفوقك، تستمري في دراستك، تستمري في اشياء كثيره، ترتقي اكثر فاكثر، لان الشجر المثمر هو الذي يرمى فقط. لو ما كانش لك قيمه، ما كانش حد عبرك ولا اعطاك وجه ولا اهتم فيكي. مش معنى كده انه كل الناس سيئين، لا، سبحان الله، ما في عندك اشخاص كويسين جدا جدا، قد تكوني ما تعرفيهم مش لفترة طويلة، لكن تلاقينهم فعلا داعميك وواقفين معاك بيشجعوك. فاحفظي الجميل، احفظي الجميل دائما لكل شخص وقف معاك في لحظة ضعف قبل ان تكون لحظة قوة. انت ما تنتظريش التصفيق لما تكوني في مرتبة عالية، بقدر ما تنتظري من يدعمك وانت لسه ما زلتي في الاسفل. حملات التنمر تحدث لأشخاص كثر بسبب أشكالهم، بسبب ألوانهم، بسبب تمييز عنصري وتفرقة طائفية، بسبب أعمال، بسبب دراسات، بسبب ضعف في الشخصيات، بسبب، فالكثير من هؤلاء الأشخاص انتهت حياتهم عند هذا الحد. تصوري إني أعرف أشخاص انتحروا بسبب حملات تنمر حدثت معاهم. فإياكي إياكي إياكي، كنت كبيرة، صغيرة، طالبة، واحدة تشتغل، متزوجة، مش متزوجة، انك تفتحي اذنك لكل حاجة، اسمعي الكلام من هنا وفوتيه من الجهة الثانية، لانه مش حيأثر عليك خالص. كل الامور مربوطة بيد اللي خلقك، بيد الله سبحانه وتعالى، اللي ما يحترمك، اللي ما يسمع وجهة نظرك، اللي يقاطعك في الكلام اثناء النقاش وما يعطيكش اي قيمة لمجرد انه شايف نفسه هو الصح، اللي يشوفك مش سامعاه ومش طايعاه ومش ماشية بكيفه ويرجع يحاربك من الجهة الثانية، اللي بيضحك لك دائما 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 ونيته سيئة. كل الأشياء هذه كلنا بنواجهها صدقوني، مش إحنا النساء فقط، حتى الرجال فيما بينهم البين بيلاقوا هذا الموضوع، لكن أعتقد النساء ربما لنظر لها بأنها الحلقة الأضعف في المجتمع. فاثبتي دائما العكس وحاولي تردي دائما بعملك وتفوقك وتميزك. حلقات كثيرة حنتكلم فيها إن شاء الله عن هذا الموضوع، يهمنا فقط اليوم نركز على أبرز النقاط الأساسية الموجودة فيه. مع هذه الحاجات الجميلة واللذيذة والمميزة، الأكلات اللي بنفخر فيها كيمنيين سواء كنا في داخل اليمن ولا في خارجها، نبتدي مع بعض فقرة اليوم من مشاريع النجاح، المشروع الخاص اللي بنتكلم فيه دائما عن إثبات المرأة اليمنية لقيمتها وأهميتها وبصمتها الخاصة في المجتمع من خلال مجموعة من المشاريع اللي بتقوم فيها. عشان كذا استضفنا إنسانة جميلة ومميزة ورائعة لهذا اليوم، معانا بنت رداء. أهلا وسهلا فيكي في مقرة مشاريع نجاح. أهلا فيكي، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك أنتي؟ الحمد لله، فرصة سعيدة ونورتينا، وإحنا مبسوطين لوجودك معنا اليوم. وأنا أسعد والله أن أنا معاكي. إيش الحاجات الحلوة هذه أولاً؟ تستاهلوا كل خير. يستاهلك ربي بالخير إن شاء الله يا رب. كلمينا على بدايتك إذن في مشروع الطبخ. الطبخ بالبداية كان معاكي موهبة، كنت تدربتي عليه، في حد علمك، كيف؟ طبعا الطبخ من زمان، أنا دخلت المطبخ وأنا في صف السادس ابتدائي ما شاء الله. طبعا ومع يعني الممارسة في المطبخ وهكذا ما شاء الله، يعني من تعلمتي؟ من أمي ومرت عمي.
من امك وزوجه عمك، ربنا يخليهم ان شاء الله. امين يا رب. وبدات يعني طريقتك في الطباخه تتمحور حول يعني طريقه معينه، ولا نفسهم بالبهارات بكذا بكل شيء؟ شوفي، كل شيء ولي بهارات، كل شيء ولي طريقه يعني حتى يعني اكلي لنا كم مميزه، يعني تلاقي الزربيان في السوق نكهه ثانيه، نكهتي ثانيه، يعني مميز عن من. شهد لك؟ شهد لي اهلي، زوجي، عيالي، صحباتي، اي حد ياكل عندي في البيت يشهد لي. ما شاء الله. وكم عندك اولاد؟ 3 عيال. ربنا يخلي لكم يا رب باذن الله. طيب، كان الاكل اذا كويس، طبختي بشكل جميل، بداتي تطبخي لي مناسبات من البدايه، ولا في حد بدا يطلب منك اكلات معينه؟ والله في الجلسات لما بنجتمع احنا والبنات، يعني في مثلا يعجبهم مثلا خليه النحل، يعجبهم الكعك، عليكي الكعك، عليكي خليه النحل. لما عندي عزومه برضو اشكل الانواع، فكل يعني الحمد لله يعجبوا بالاكل كويس. فمن هنا بدات ان انا اتشجع ان انا ايش، طالما انا عندي شيء مميز صحيح، ليش ما استثمره في اشياء تنفعني وتنفع عيالي. والحمد لله رب العالمين، بدات مشروع روعي وفي اقبال حلو من الناس، والحمد لله. الحمد لله. سميتي مشروعك ايش؟ مطبخ بنت ردع. مطبخ بنت ردع. انت من ردع؟ انا من ردع. يا حيابي. نعم. عشان كذا تطبخي في اكلات مخصصه بردع معينه غير بقيه المحافظات اليمنيه؟ والله شوفي، مش حاجات معينه، يعني بنت ردع تتميز بالسبايا، اللي هي بالسبايا. بنت الصح. طبعا السبايا في والكعك الرداعي برضو، هذا مشهور عندنا. الكعك الرداعي هذا يعتبر كعك رداعي مخصص على ايش؟ يعني بيفرق عن ايش من انواع الكعك الاخرى؟ شوفي، هو مقرب للكعك الصنعاني، بس هذا له مميزه، يعني نكهته مميزه. فهمتيني؟ بس انه كل الناس بتسميه على كيف ما بتسميه، بس احنا نسميه الكعك الرداعي. جميل جميل. طيب ما شاء الله، انا شايفاك هنا عامله لنا سفره حلوه، لو نركز عليها كده ونطلع لها كلوزات في بعض اللقطات، تبداي تعرفينا على الاكلات اللي موجوده هنا ان شاء الله. طبعا هذه بنت الصحن اللي هي السبايا. بنت الصحن اللي هي السبايا، وطبعا تؤكل على عسل. على عسل معروف. هذا الكرواسو محشي بالجبنه. كرواسو معروف. عندك الكعك الرداعي والبيتي فور. هذا البيتي فور هذا متعارف عليه، وهذا الكعك الرداعي المخصص. ايوه. عندك الزكني. هذا الزكني هي اكل احب الشيء. احلى حب الشيء طبعا. ودخلت اليمن، وطبعا الطباخات اليمنيات ما قصروش في التعامل معاها. يؤكل على اللحوح. يوكل على اللحوح. انت اللي سويتي اللحوح؟ لا صراحه اشتريتها من خارج. اشتريتي من خارج؟ ما اعرفش اعمله. هنا معانا ايش؟ خليه نحل محشيه بالجبنه، وعليها اللي فوق حليب مكثف. حليب مكثف كنوع من انواع التحليه. ايوه، هم بيرشوا عليها شيره عسل، انا حبيتها بالحليب المكثف. ممتاز، بصمتك الخاصه. ايوه. هنا البرياني. برياني اكله هنديه طبعا. البرياني، ايش الفارق بين البرياني والزربيان؟ البهارات تختلف تماما، يعني ممكن انا اقول ان الطريقه ممكن مقاربه للزربيان، بس نكهه البهارات تختلف كثير. والبرياني معروف انه بالدقائق باللحم. ايوه، وغير كذا ان الزربيان لازم نبخره، البرياني لا، غير ما يكون مبخر. أيوة، صحيح. تبخير طريقه التبخير بالفحم الزربيان، لكن هذا ما بعض السلطات البسلات، الاكله اليمنيه السحاوق المتعارف عليه، الاكلات اليمنيه التي لا تؤكل الا به. طيب، بدأتي تفكري بحكاية انك يكون لك مشروع مثل ما قلتي، ومصدر رزق، وليش كمان؟ عشان تثبتي كياني كينونتك في الحياة. شوفي، عشان اثبت كياني، وعشان القربة بقت صعبة والمعيشة صعبة. يعني الدراسة في مصر تكلف وكذا. فكان لازم اي حاجة تسند، يعني فهمتيني؟ فالحمد لله، صح لقينا صعوبات، يعني صعوبات كثيرة. يعني ايش هذه الصعوبات اللي حصلتيها؟ في بداية شغلي مثلا، قولي البهارات هنا غالية. فهمتيني؟ فلما تجي انت مثلا تجي توصي من اليمن، طبعا عشان يجيبولش من اليمن ياخذوا مبلغ. فهمتيني؟ وان اخذتي من هنا غالية، ولما تجي ترفعي مثلا، يعني اكثر حاجة يعني واجهتنا احنا كربات بيوت واسر منتجة، انه الاسعار بتختلف عن السوق. طبيعي ان هي تختلف عن السوق، لانه البهارات بنشتريها غالية، الاشياء بنشتريها غالية احنا. صحيح. وهذا يأثر على طبيعة الاسعار. وهذا يأثر، ايوه، على طبيعة الاسعار، يعني صعب ان انت تبيعي بخسارة، يعني ما منش فايدة المشروع ان انت تبيعي بخسارة. فهذه الصعوبات، وكمان حكاية الايدي العاملة والتوصيل وهذا شوية اتعبتني في البداية. طيب الان لو حد حابب يطلب منك مثلا، وهذا السؤال انا اساله دائما لجميع ضيفاتي العزيزات، حابب يطلب منك طبخه معينه، او يتواصل معك، او كيف، هل معك صفحه خاصه على الفيسبوك؟
شوفي ما معيش صفحه خاصه على الفيسبوك عاد انا لسه يعني ما فكرت، بس انه اعلانات اللي في جروبات الواتساب. يعني انا يعني مشتركه في جروبات كثيره، صاحباتي اشكر الاستاذه فرح برضو تعرفت عليها وهي من شجعني وعملت لي دعايه. ومن اللي بيصمم لك اذا كان عندي كروت؟ بنت اختي صممت لي الكروت يعني هي خاصه لها، الله يحفظها يعني خلود شكرا لها. يعني انا لما قررت ان انا انطلق رسلت لها صور اكلي، انا دائما كنت لما اطبخ في البيت وكذا اصور. سبحان الله كان عندي احساس ان انا ممكن اشتغل في هذا الشيء. سبحان الله، فتحبي انك تصوري اصور عندي عزومه عندي طبخت اكله حلوه في البيت اصورها. جميل جميل، كانه كان عندي احساس ان انا بشتغل يعني. جميل، فلما قررت بعثت لبنت اختي كذا صور قلت لها صممي لي. الان تشتغلي من البيت؟ الان من البيت اشتغل. وفي حال انه كان عندك عزومه كبيره مثلا من اللي بيساعدك من اللي بيسوي معك؟ والله يعني شوفي يعني ما شاء الله بعد البازار يعني انا شاركت في اول بازار اشارك فيه كان مع الاستاذه منال وغنى وساره وسعاد اشكرهن جدا، تحيه خاصه لهم صراحه يعني مرعت دعم المراه في هذا الموضوع. يعني البازار هذا افادنا جدا 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 وخلى الناس تعرف منتجاتنا وتعرف احنا ايش بدنا. فما شاء الله جتني بعد البازار ان انا اطبخ خروفين ثاني يوم البازار ما شاء الله، فانا كنت خايفه صراحه. طبعا بتقولي عزومه كبيره عزومة ايوه وكان تعب يعني نهايه البازار وكذا، بس الحمد لله يعني طبخت برياني، طبخت زربيان، عقده لحم، مرق، كل شيء يعني طلبوا مني، حلبه، يعني كل حاجه. ابرز الاكلات اللي تطلب هنا في مصر يعني يطلبوها اليمنيين في مصر ايش؟ وهل في مثلا زبائن غير يمنيين تعاونتي معاهم ولا لسه؟ شوفي اكثر الطلبات اللي هي بتشوفن عليها اقبال هو الزربيان والبرياني وبنت الصحن اكثر حاجه. وده الحين في الشتاء بدا الكعك. الكعك الكعك يعني بطريقه رهيبه يعني بيطلبوا. جميل. وفطير البيتزا طبعا انا اعمل بيتزا، اعمل سينبون، اعمل كل حاجه ما عدا التورت صراحه. لسه ما ان شاء الله حطيتها في دماغي، لو احطها في دماغي بتعلمها ان شاء الله تدخليها. فزبايني كلهم يمنيين بصراحه. طيب قلتي الصعوبه اللي واجهتيها حكايه البهارات؟ البهارات والايدي العامله، يعني لو حبيت ان مثلا شغاله تجي تساعدني في اليوم، لان الطلب يجيني فجاه. يعني فهمتيني، ساعات يكون ممكن قبلها بيوم بس ما لاقيش انه في واحده تكون معايا اطلبها هذا اليوم تجي، فهمتيني؟ وصعب ان هي تكون معايا باستمرار لانه. ولهذا انا انصحك انه يكون في معك صفحه خاصه في الفيس. ان شاء الله صفحه خاصه في الفيس تحطي اسم مشروعك اللي هو مأكولات يمنية، صح؟ وتحطي فيها، فاي واحد حيتواصل معك عن طريق اعلانك لروابط الفيس قد يعطوك الطلبات قبلها بيومين ثلاث فتره اسبوع. انا متاكده انه لما يجي الطلب في نفس اليوم او في اليوم اللي قبلها بيكون صعب جدا، لكن المراه اللي قادره والله ان انا اطبخ ان هم يطلبوا مني مثلا قبلها بساعه، يعني ممكن اقوم اطبخ لشخص نص دجاجة مثلا، فهمتيني؟ يعني هو عيب شغل البيت انه ما تعرفيش انه كم بيجيك طلبات، فهمتيني؟ صحيح فتضطري ان اهم حاجة ان المكونات كلها تكون عندك في البيت، مجرد ان هم يطلبوا على طول يعني اقوم اجهز كده والحمد لله. احنا فخورين فيكي جدا. الله يخليك. يا بنت رداء انت انسانه رائعه وتنحطي على الراس. الله يحفظك. وكل السيدات كل النساء اليمنيات اللي بيشتغلوا في هذه الاعمال، اللي بيثبتوا ذاتهم، اللي بيتغلبوا على صعوباتهم سواء كانوا في بلدهم او في خارج بلدهم، يعني النساء بينحطوا على الراس فعلا ويستاهلوا التحيه والتقدير والاحترام والاعتزاز والفخر. فانا بشكرهم، اشكر اهاليهم اللي بيدعموهم، اشكر كل الناس اللي وقفوا معهم. كلمه اخيره حابه تضيفيها في لقاء اليوم؟ والله حابه اشكر كل من وقف جنبي، وحابه اشكر البنات على البازار الف شكر، وحابه اشكر الاستاذه فرح يعني اشكرها جدا جدا جدا، واشكرك يعني ان انت اتحتي لي هذه الفرصه اللي كنت احلم بها بصراحه. ربنا يخليك ان شاء الله. الحمد لله ربنا يوفقنا وان شاء الله يكون هذا البرنامج فاتح خير علينا يا امين رب. يا رب. واي حد حابب مثل هذه الاكلات اللذيذه، معنا مشروع مأكولات يمنية لبنت رداع، بيقدروا يتواصلوا معاها. لكن كيف المشكله يتواصلوا معاكي؟ معي رقمي. معاكي ارقام معينه خاصه؟ أيوة. بياخذوها من الجروبات اليمنيه الموجوده. أيوة أيوة. في مصر. أيوة. ربنا يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. فرصه سعيده جزيلا. شكرا جزيلا لك. ايش جزيلا مش عارفه، فرصه سعيده. شكرا جزيلا لك، ويا رب يوفقك ويكون عندك كذا محلات ومطاعم وحاجات كبيره ان شاء الله. يا رب احلم، يا رب احلم بإذن من المشروع الصغير هذا يصير كبير باذن الله. ربنا يوفقك ويوفق كل النساء اليمنيات اللي بيشتغلوا في مجالات اعمالهم، نعطيهم الف تحيه والف تقدير والف احترام.
كل حاجة موجودة من حولنا لازم إن إحنا نركز عليها وناخد ونستفيد منها المفيد دائماً. في حاجات كثيرة ممكن ما بناخذهاش بعين الاعتبار لكنها بتضل نصائح مميزة ممكن إن إحنا نستفيد منها في حياتنا. فقرتنا التالية نصائح لنا ولك. نصائح من أجل حياة أفضل. عزيزتي المرأة، بعض من النصائح البسيطة بالإمكان أن تغير من حياتنا الكثير، ومنها لا مقارنة مع الأخريات. إن مقارنة حياتك بالأخريات لن يفيدك بشيء، بل سيزيدك شعوراً بالإحباط. سيكون هناك دائماً من تكون أكثر ذكاءً وأجمل أو أفضل منك، وعليك تقبل ذلك. انسي التوقعات. تمسكي بأن لديك أحلاماً للمستقبل ترغبين في تحقيقها، مع إسقاط التوقعات فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين، فعند تلك النقطة تبدأين في عيش حياتك. عيشي للعمل. عليك باختيار المسار الوظيفي الذي ترين نفسك راضية بالقيام به بقية حياتك، عندئذ ستصبحين شخصاً منتجاً ويعيش للعمل. أعطي المزيد. إن تكريس جزء من وقتك لفعل شيء يفيدك بأي شكل من الأشكال يجعلك راضية عن حياتك، ومن المجزي جدا أن تنسي مشاكلك في الحياة من خلال منح بعض الوقت للاستثمار في شخص آخر. سامحي نفسك والآخرين. بعد أن أدركت أن قرار عدم الغفران لنفسك أو للآخرين على أخطاء وقعت بالماضي كان سيقف سداً بينك وبين السعادة، سارع بالتراجع عن هذا القرار واستغرق ذلك بعض الوقت. كوني مستعدة للتسامح واشعري بالحرية فور أن تتمكني من أنك غفرت أخطاء الماضي من القلب لنفسك أو للآخرين. سترين الحياة والحب في ضوء إيجابي. تجنب السلبيين. يكون من الصعب جداً في بعض الأحيان تجنب الأشخاص السلبيين إذا كانوا زملاء في العمل أو أفراد في العائلة. إذا بدأت بوضع حدود مناسبة بينك وبين الناس ستصبح حياتك أكثر سهولة، لأنك اخترت عدم السماح لهم بالتأثير السلبي لفترة عليك. قولي لا. كلما تقدم بك العمر أيقنت أكثر بأن كلمة لا هي قول فاصل، وأنه لا يتعين عليك أن تعطي تبريراً أو سبباً لعدم تلبية دعوة ما أو المشاركة في مناسبة ما. تأمل الأشياء البسيطة. توقفي للاستمتاع بشروق الشمس أو غروبها بين الحين والآخر. حاول الجلوس تحت النجوم في ليلة ذات سماء صافية. توقفي بالطريق لشم رائحة الزهور. اذهبي لشاطئ البحر أو الجبال وتأملي الطبيعة. إن الحياة تتحرك بسرعة ويمكن أن يفوتنا فيها الكثير. تقبلي المتغيرات. إذا نجحت في تقبل المتغيرات وأدركت أن الحياة تمتلئ بالمنحنيات المتنوعة والمختلفة، فاعلمي أنك على مستوى التحدي وأكثر جاهزية للتصدي لكل ما يصادفك في الطريق من عقبات. نتمنى لك كل الحب، كل الخير، كل السعادة. ما بيحبوش الشتاء وخايفين من أمراض الشتاء وما بيتخذوش الوقاية علشان أمراض الشتاء. هذه الفقرة الطبية مخصصة لهم، علشان كده يسرني أن أستضيف الطبيب المتميز الدكتور ماجد محمد الحمامي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك. كيف حالك دكتور ماجد؟ الحمد لله الحمد لله. أهلا وسهلا بك أستاذة مايا، وأسعد الله صباحك بكل خير أنت والسادة المشاهدين الكرام ومتابعين برنامجك الأكثر من رائع اللي هو لك. وإن شاء الله نقضي وقت جميل مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله. أولاً أنت من محبي الصيف ولا الشتاء؟ للأمانة الشتاء. 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 الحمد لله. في نتكلم ناس عند بعض. على أمراض الشتاء برضه. تمام. بس الشتاء جميل. نعم. وحلو ونسمات الهواء الباردة والدفء والأشياء الساخنة و بس في ناس كثيرين بيتضايقوا منه طبعاً، وعلشان كذا بتلاقيهم متضايقين أكثر بسبب الأمراض اللي بتنتج عن أمراض الشتاء. صحيح. صحيح. فهل طبعاً كل الفئات صغار أو كبار، رجال أو نساء، ممكن يتعرضوا لنفس الأمراض الموجودة في الشتاء؟ شوفي، أمراض الشتاء أو برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة في الشتاء هي عامل محفز لانتشار أمراض الشتاء.
وهذا الدليل برضو لو شفنا في جائحة كورونا أنه المرض لا زال مستمر على مدى فترة، يعني سنتين أو أكثر، ولكن شدة الأعراض وقوتها وظهورها وانتشار المرض الذي يساعد فيه والذي يحفزه والذي يكون العامل المساعد له هو انخفاض درجات الحرارة. انخفاض درجات الحرارة برضو لها عامل آخر في نقص المناعة والجهاز المناعي. برضو في عادة سلبية في الشتاء برضو عند الناس الذين يمارسون الرياضة الصباحية أو غيره، ففترة في فصل الشتاء يضطرون أنهم لا ينزلون لممارسة التمارين الذي اعتادوا أن يمارسوها مثلا في فترة الصيف، في شهر، يعني في موسم أو الصيف. فبالعموم بالمجمل أنه فترة اللي هو موسم الشتاء أو فصل الشتاء أو الخريف فإنه يعني يؤدي إلى نقص المناعة ويؤدي إلى انتشار هذه الأمراض، وخصوصا الأمراض أمراض الجهاز التنفسي، يعني لأنه أمراض الجهاز التنفسي سريعة الانتشار كما في جائحة كورونا وفيروس كورونا. فأي أمراض الجهاز التنفسي خصوصا الجهاز التنفسي العلوي تنتقل بسرعة عبر الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب مع من حوله من الأشخاص السليمين، وبذلك تنتشر بسرعة يعني سريعة جدا. يعني نقدر نقول إن المرض اللي يصيب الأطفال يصيب الكبار، أيوة، مع فارق أيوة. في درجة نعم. القوة والضعف. نعم، يعني أمراض الشتاء لا نحددها بفئة عمرية محددة، وإنما تشمل الجميع سواء من صغار السن إلى كبار السن، ولكن الأكثر عرضة والأكثر خطرا هم صغار السن لأن المناعة عندهم تكون قليلة. وأيضا نذكر شيء معين، إن هو برضو فترة المدارس، يعني بداية المدارس تكون في بداية فصل الشتاء. صحيح. ولذلك تعرفي مثلا الطفل هذا ممكن يختلط بأكثر من طفل في الفصل الدراسي، ممكن بعض المدارس أو الفصول الدراسية ليست جيدة التهوية، فيؤدي إلى انتشار المرض بسرعة بين الطفل بين الأطفال بشكل عام، وهذا يؤدي إلى انتشار الأمراض. طيب دكتور ماجد، لو قلنا نحدد أبرز أمراض الشتاء اللي ممكن إنه يتعرض لها الناس، إيش الأبرز الأشياء؟ أبرز أمراض الشتاء والمتعارف عليها هي نزلات البرد أو الزكام العادي الذي هو متعارف عليه، والأنفلونزا. طبعاً يتساءل الجميع يقول لماذا أنا كل سنة أصاب بدور برد؟ المشكلة أن الفيروس هي عدوى فيروسية وليس بكتيريا كما يعتقد البعض، لأن بعضهم يستخدم مثلاً الأنتيبيوتيك أو المضادات الحيوية لعلاجها، وهذا شيء خاطئ. ولكن زي ما حكيت لك أنه هو أكثر شيء اللي هو الإنفلونزا، والفيروس الإنفلونزا هذا من طبيعته هو أنه تغيير من شكله أو تغيير من هيئته، بحيث أن الجسم المناعي أو المناعة التي تكتسبها الجسم في الموسم هذا الموسم الآخر القادم لا يتعرف عليه جيدا لأنه صحيح. تغير في الشكل. صحيح. فالمناعة، وننصح كمان أنه مثلا أخذ اللقاح أو مصل يعني ضد الإنفلونزا الموسمية. أيضا في عدة أمراض مثل التهاب البلعوم، في التهاب البلعوم الذي هو البكتيري وفي الفيروسي. التهاب البلعوم. البلعوم أيوة، وفي أيضا الخناق الذي هو اعترف الذي التهاب اللوز يؤدي إلى صعوبة في البلع ورشح وغيرها من الأعراض المتعارفة يعني والسائدة. أغلب الأمراض تكون مرتكزة في أيوة في الجهاز التنفسي العلوي من الرئتين إلى الأنف. نعم. بيأثر أيضا على أيضا بعض البرد، البرد بيأثر على العظام مثلا عندهم. أكيد أكيد يؤثر على العظام، وأيضا يؤثر لو جينا إلى مستوى الجلد. لأنه الالتهابات. أيوة في البرد أحيانا في البرد يحصل إنه هو انقباض في الشعيرات الدموية وعدم وصول الأكسجين، الدم المحمل بالأكسجين إلى الأنسجة أو إلى الأطراف، وأيضا تحصل الذي نسميها قرصة الشتاء يعني أزرقاق الجلد. أنا شفت بعض الكبار السن ولو قاطعتك في عندهم يعني مثل التورمات البسيطة، هي تبدأ كأنها حبة وفي الأخذ تورمات بسيطة وبعدين تنتقل إلى حكة أعتقد هذه لها أطباء مختصين في مجالات الجلد، لكن ربطت أيضا بسبب البرد، إنه بسبب نقص الأكسجين للأطراف. صحيح. وأحيانا تكون يعني أسباب جلدية يعني في الشخص نفسه. أمراض الشتاء برضو لو توسع بنا الحديث ممكن توصل إلى أنه بعض النوبات القلبية، لأنه يؤثر على القلب. أيوة يؤثر على القلب، لأنه في بعض الشرايين المغذية للقلب بسبب انخفاض درجات الحرارة برضو لا يوصل الدم إلى الأجزاء محددة من القلب. فالشتاء بمجمل وانخفاض درجات الحرارة تسبب العديد من الأمراض، وزي ما ذكرتي أنت أمراض المفاصل وخصوصا عند كبار السن. صحيح.
إذن الوقاية، كيف نقي أنفسنا من أمراض الشتاء؟ كيف يعني ممكن أبرز الفواكه، الأكلات اللي ممكن يقوم بها الشخص، كيفية تدفئة نفسه، الأوقات اللي بيهتم فيها أكثر بتدفئة نفسه؟ أنت ما شاء الله عليك جبتي السؤال وجبتي الإجابة ما شاء الله، طبيبة ملمة بالموضوع. كما حكيتي أنت في البداية كأطباء نحن ننصح بالتطعيمات الطبية المعتمدة للوقاية من هذه الأمراض، وخصوصا عند الأطفال اللي صغار السن لازم أخذ اللقاح اللي هي للوقاية من أمراض الشتاء وبعض نزلات البرد والإنفلونزا. بالإضافة إلى ذلك زي ما ذكرتي بعض الأطعمة التي من شأنها رفع المناعة عند الأشخاص، وخصوصا اللي هم كبار سن اللي يعانوا من الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة، فلا بد أنهم يحرصوا جيدا على تعزيز مناعتهم بالأكلات الصحية الجيدة، وننصح كمان بممارسة الرياضة لأنها من شأنها رفع المناعة. البرتقال، الأشياء الأكلات نعم منها. أيوة، في الفواكه والخضروات بعضها هذه برضو ترفع من، والبعض الفيتامينات برضو مثل فيتامين سي والزنك وغيرها الذي ترفع من شأنها تعزيز المناعة. وعرفنا أهمية رفع المناعة في فيروس كورونا، صحيح. أصبح العالم كله يهتم بالمناعة وما هي الأطعمة وما هي الفيتامينات الذي من شأنها أنها ترفع الجهاز المناعي، لأنه خط الدفاع الأول في الجسم ضد أي مكروبات أو فيروسات أو بكتيريا من خارج الجسم. فعلا حتى على مستوى ارتداء الكمامات. صحيح. نجي إلى هذا، أنت بتسبقيني في كل الحاجات لكن حلو. بالنسبة للأشياء الأخرى مثل مثل نسميها إحنا الانفكشن كنترول أو الوقاية أو وسائل الوقاية أو تدابير الوقائية الذي من شأنها نحن نتكلم عنها، أول شيء عدم المصافحة باليد، لأن أغلب مثلاً الإنفلونزا تنتقل عن طريق ملامسة الشخص المصاب مباشرة وبعد ذلك لمس الأنف أو العين أو غيرها، فانتقال باللمس. فهذه ننصح في أنه فصل الشتاء صحنا في مجتمعنا اليمني إلى بالأحضان أحياناً بالأحضان باليد، ولكن ننصح في فترة الشتاء التقليل من المصافحة أو الامتناع عنها نهائياً، وايضا عدم ملامسه الاسطح وما يعني مفاتيح يعني مقابض الابواب والنوافذ وغيرها او في الاماكن العامه. ايضا ننصح بالابتعاد عن الاماكن المزدحمه بقدر الامكان، او زي ما حكيتي يا استاذه مايا الذي ارتداء الكمامه باستمرار ولو الالتزام بها في فصل الشتاء، والاماكن المزدحمه تحديدا. والاماكن المزدحمه والمكتظه مثلا بالسكان او بالمواطنين نتمنى الابتعاد عنها قدر الامكان لكي ينتهي فصل الشتاء على خير ان شاء الله، ويستمتع الجميع بجمال فصل الشتاء. نعم يعطيك العافيه. تسلمي استاذه مايا، انا سعيد جدا بتواجدي معكم في هذا الصباح الجميل، انت وطاقم العمل الاكثر من رائع. احنا اسعد، وفي كل الاوقات فعلا كانت نصائح الدكتور نصائح جميله ومميزه في تطرقه للامراض، لاعراضها، لاماكن اصاباتها، لكيفيه الوقايه منها، فكونوا دائما بخير. شكرا جزيلا لك دكتور ماجد. العفو. شكرا. يعطيك العافية. شكرا. من جديد أهلا وسهلا فيكي في فقرة الجمال، الفقرة المميزة اللي بتحبها غالبية النساء، لأن احنا بنركز في مختلف مواضيعها على مواضيع مختلفة في عالم وبحر الجمال. ضيفتنا الجميلة اليوم المميزة اللي أول ما تدخل الاستوديو تعطينا كده شوية طاقات وحلاوة وجمال، لأنها تبحث أيضا عن مواطن الجمال في المرأة، نوفا الرجامي. أهلا وسهلا فيك يا نوفا. أهلا بك أستاذة مايا، كيف حالك؟ الحمد لله. فرصة سعيدة أن احنا نشوفك مرة ثانية. أنا أسعد، ربنا يحفظك. نوفا اليوم بنتكلم عن الشعر إن شاء الله. الشعر كيفية الحفاظ عليه عن طريق المواد أو المنتجات الطبيعية. كيفية الاهتمام به، تساقط الشعر، الأسباب المؤدية إلى تساقط الشعر، وأشياء كثيرة زي كذا. بداية، أكثر تساقط للشعر للنساء ولا للرجال؟ للنساء طبعا. للنساء؟ أيوة. ما هل شايفين أغلب الرجال مصلعين؟ بيكون عامل وراثي. عامل وراثي. طب النساء أسباب تساقط الشعر عندهم إيش؟ في هناك أربع أسباب رئيسية لتساقط الشعر، منها نقص الهيموجلوبين في الدم. الهيموجلوبين في الدم نقص الحديد.
وفيتامين دال والغدد الدرقية. الحديد، فيتامين دال والغدد الدرقية. إذا كانت المرأة ما تعاني من هذول الأربع الأشياء فهيكون الأسباب خارجية، سبب الماء، تعرية الجو، الجو الرطوبة، الحر، الاستشوار، هذا كلها بتسبب تساقط الشعر. الصبغات أيضا، الصبغات بتحرق الشعر وتسبب له تساقط. طيب، تساقط بشكل كبير كمان. هل التساقط يختلف من فترة عمرية إلى فترة عمرية أخرى؟ مثلا اللي في الشباب أكثر من اللي في البلوغ، أو الكبار السن أكثر من الشباب، أو الأغلبية حسب المصادر وحسب الأسباب اللي بيتعرضوا لها؟ حسب الأسباب، حتى ممكن كمان يكون سبب التساقط سبب عامل نفسي، القلق، التوتر. صحيح، بتسبب التساقط. أي بنت حلوة ولا جميلة ولا لذيذة ولا بتشتغل ولا ما بتشتغلش ولا بتدرس ولا لا، كلهم حابين يحافظوا على سلامة شعرهم. فأنا شايفاكي في مجال التجميل الطبيعي بتستفيدي من الطبيعة في إنتاج مواد تجميلية. أكيد. اللي خلاكي تتجهلي هذا المجال التجميل الطبيعي ليش؟ بسبب قلة المواد الطبيعية اللي نحن نشتريها أو نحن نحصل عليها. كله أصبح كيميائي، أشياء كيميائية. فحبيت المجال لأنه أشياء يعني موجودة عندك في البيت تقدري تستغليها وتستفيدي منها. أو بالأصح نستثمرها، نحب كلمة نستثمرها، استغلال كذا شوية ثقيلة. فعلا نستثمرها ونستفيد منها. فنوفا اليوم جايبة لنا مجموعة منتجات، لو نركز عليها مثلا، هذا عبارة عن إيش هذا؟ بلسم. بلسم للشعر، متى يستخدم؟ يستخدم بعد الشامبو طوالي. نعمل على الشعر، ما نستخدمهش طبعا للفروة. طيب، هي غسلت شعرها بالشامبو، بعد كذا قبل ما تطلع من الحمام تحط البلسم؟ تحط البلسم وتشطف شعرها فقط. تحطه لمدة كم؟ يعني بالكثير دقيقتين، يعني ما نزودش. طيب، هذا مكون من إيش؟ مواد طبيعية. أيوة، مثل إيش؟ معنا ماء مقطر، مستحلب، زيوت، زي معنا زيت جوز الهند والجوجوبا واللوز، زبدة شيا. هذه الزيوت الطبيعية تساهم جدا في عملية إعطاء الشعر روحان ولمعان وإيش كمان؟ تشيل بهتان الشعر، يعني دائما نلاحظ إن الشعر أصبح باهت. المنتج هذا بيعطي لمعان للشعر. ويتحطه على الشعر لمدة كم؟ دقيقتين. دقيقتين وبعدين تشطفه بالماء وخلاص. أيوة، وانتهى الموضوع. طيب، الأشياء الأخرى اللي شايفها هنا معنا مجموعة أعشاب نوفا بيوتي كير، معنا منها أعشاب هندية سبعة. أنت كاتبة سبعة أعشاب هندية. أيوة، منها الشيكاكايا وال الإبراهيمي لا، هذه الأعشاب الهندية. الشيكاكايا والإبراهيمي وال اسمه الأملا. طبعا مفتح. وحنة، معروفة الحنة، هذه حنة، حنة وسدر ومورينجا. فيها عدة أعشاب، يعني تخلطها على 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 مي، على حليب، على حليب. أيوة. أها. وحنة، تحط ملعقتين ملعقة من الأعشاب مع ملعقتين حنة، ملعقة من الأعشاب مع ملعقتين من الحنة، وتعجنه بالحليب. بالحليب وتحطه على الشعر. أيوة، إيش ساعتين. طبعا بيمنع لنا أول حاجة التساقط اللي الكثير الأغلبية بيعاني منه. ثاني شيء بيساعد على طلوع بيبي هير، يعني بيبدأ يطلع لنا شعر جديد اللي هو الشعر الجديد. ثاني شيء بيطول الشعر. الكثير يتمنى ان شعره يطول، او هذا بيساعد على تطويل الشعر وتكثيفه. طيب، ايش المورينجا والنيم، ايش هذولا؟ اعشاب. هذه اعشاب بنطحنها ونحطها مع الحنة. كل الاعشاب طبعا. المورينجا تعتبر سحر او كنز. المورينجا، عشبة المورينجا، عشبة المورينجا تعتبر كنز للشعر والبشرة كمان. ركزوا، اللي مش قادر مثلا اللي في اليمن او في اماكن اخرى مش قادر يوصل لهذه المنتجات الطبيعية اللي بتسويها نوفا، انه التركيز على هذه الاعشاب، ممكن انك تقرأي عنها اكثر. مش كل منجا طبعا سوى وصفة وطبقها، لانه لازم تكون بمقاييس معينة، لكن مثل ما قالت المورينجا لها محددة. تأثير سحري على الشعر المورينجا جدا. هذا نفسه كمان صح؟ هذا شامبو. هذا شامبو. أيوة، خالي من البرابينات والسيليكونات. طبعا احنا عارفين ان السيليكون بيغلف الشعر وبيمنع وصول اي حاجة للشعر. فهو خالي من السيليكونات، يعني يعتبر شامبو طبيعي. ومعنا ده كريم بديل الزيت. في ناس عندهم
شعرهم غير قابل إن هو يتزيت زي الشعر الدهني، فبنستبدله بالكريم. صحيح، لأنه بعض النساء بتقول لك شعري دهني ما أقدر أحط له دهون. أيوة. فبتسيبه كذا مثل ما هو، وهو يفقد أصلاً التغذية. بيفقد التغذية طبعاً. كمان معانا من العوامل اللي بتخلي الشعر دهني انسداد في الفروة من كثرة القشرة اللي في الشعر، فنحتاج إن إحنا أول حاجة نقشر الفروة. كيف؟ كيف تسوي تقشير للفروة وتتخلصي من القشرة الموجودة على الشعر؟ طريقة بسيطة جداً، ملعقة سكر ناعم مع ملعقتين زيت، أي زيت موجود عندك، حتى ولو زيت طبخ اللي ما يقدروا يشتروا مثلاً زيت جوز الهند أو الجوجوبا أو الأركان، ممكن زيت الطبخ اللي هو ملعقة سكر بعد الشمس. سكر ناعم ولا خشن؟ لا ناعم. ملعقة سكر ناعم مع ملعقتين زيت، ملعقتين زيت تخلطهم مع بعض قبل الشاور، نحطه في الشعر بحركات دائرية، تفركي شعرك بحركات دائرية الفروة وبعدين... مش الشعر الفروة. أيوة الفروة. بعدين نغسله على طول، يعني 5 دقائق نغسله بالشامبو. وتكرر هذه العملية لمدة كم؟ حسب نوع الفروة، الشعر الدهني مرتين في الشهر، الجاف والعادي مرة واحدة. مرة واحدة في الشهر؟ مرة واحدة في الشهر. بيعطي نتائج كويسة وبيتخلص من تساقط الشعر. كويسة جدا، وحتى تبدأ الفروة تستقبل أي حاجة انت هتحطيها بعد كده، إذا كان ماسك، إذا كانت حنة، إذا كانت زيوت، بيبدأ تستفيد منها وتبدأ الدورة الدموية تتنشط في المنطقة هذه. جميل. في مواد طبيعية تساهم في تنعيم الشعر؟ في. مثل إيش؟ معانا بذور الكتان، يعني سحره يعتبر للشعر، للتنعيم. لتنعيم الشعر، لأنه الكثير من الفتيات بيتجهوا نحو البروتين. ما نصحش بهذه الحاجات، لأن هذه الحاجات بس مؤقتة. يعني بعد مرور 6 أشهر فقط بتلاحظ إن الشعر بدأ يرجع من جديد، ويبدأ التساقط يكثر، ويبدأ الشعرة تتكسر، ونفشان الشعر بتبدأ مشاكل أخرى تظهر. طيب كيف تستخدم بذور الكتان لتنعيم الشعر؟ أول نغليها في ماء، والأفضل يكون ماء معدني لمدة كم؟ هنا في القاهرة الماء مليان كلور. حتى في اليمن لازم تغليها بمية معدنية كمان. حتى في اليمن أوكي. وبعد الغليان تصفيها، تبقى جل، تصفيها وتحط معها زيت وتضربها في العصارة لغاية ما تصير مثل الماسك، وتحطها على الشعر لمدة إذا كانت ساعتين. الزيوت موجودة مثل ما قلتي زيت جوز الهند أو زيت اللي هو دوار الشمس، دوار موجود الشمس في كل بيت. بذور الكتان تحطيها تغليها، تغليها لمدة كم؟ تغليها بس لغاية ما تظهر الجل، الجل تبع البذرة نفسها. أيوة. وتحطها بعدين مع الزيت، تصفيها وتحطها مع زيت وتضربها في الخلاط، بمجرد تصبح كريمي، خليط كريمي، تحطها مسك للشعر مدة 2 ساعة، ممتازة جدا في التنعيم، تعطي لمها للشعر كمان. جميل. وفي اللي يقول مش موجود بذور الكتان، في معنا الحلبة، بس حلبة حبوب. حلبة حبوب نفس الحكاية، تغليها؟ لا، الحلبة بنعمل لها طريقة الاستنبات، في قطنة وترش عليها ماء لمدة 2 يوم، يطلع لها زي الأخضر. لحظة، حبة حبة نشرح الطريقة. عشان تنعيم الشعر تجيب الحلبة الحبوب تحطيها على قطعة قماش قطنية، بعد ما تحطيها فوق القماش وترشي عليها ماء، وترشي عليها ماء، مش تغطسيها في المي. لا، نرش رش، ترشي مي بعدين شويه وتظل مغطايه. ايوه، كل ما تنشف نرشها لمده 2 يومين، تخلي في داخل في درجه حراره الغرفه العاديه او عند شباك عشان تنشف الماء، ونحن نقدر نعمل ماء تطلع جديد. بعدين تطلع من الحلبه ايش؟ تطلع زي النبته، بيسمى الحلبه المستنبته. بعد كده نحطها في الخلاط، بعد الحلبه مع النبته نفسها، مع النبته نحطها في الخلاط مع اي زيت موجود، وبرضك نستخدمه كماسك. جميل، جميل جدا، احنا سعداء فيك يا نوفا. انا اسعد، ما شاء الله عليك، عالم وبحر واسع من مواد التجميل الطبيعي سواء للبشر او للشعر. وبإذن الله المستمعات والمشاهدات العزيزات يكونوا استفادوا من هذه النصائح ومن طرق العناية بالشعر في حلقة اليوم. وفعلا المنتجات الطبيعية بتعطي نتائج أكثر من المنتجات الصناعية، حتى لو أخذت وقت أطول. أكيد. لكن في الأخير درجة الاستدامة تكون كبيرة جدا على المدى البعيد. شكرا جزيلا لك يا نوفا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. ولا تروحوا بعيد، ما زالت لدينا العديد من الفقرات، كونوا معنا. يبحر الناس في نواحي حياتهم المختلفة بمشاريع، بأفكار
متنوعة متعددة حسب الاحتياج في البيئة المحيطة بهم، حسب التوجه، حسب الأمنية، حسب الموهبة، وحسب أشياء كثيرة. وعالم الحلويات عالم واسع جدا جدا جدا، تتميز فيه المرأة اليمنية بأطباق أساسية رئيسية، لكن أن يدخل الرجل هذا المجال وأن يؤسس في جمهورية مصر العربية موضوعا خاصا به وتحديدا في الحلويات الصنعانية، هذا موضوع مميز. عشان كذا يسرنا أن نستضيف معنا الأستاذ إبراهيم المسيبي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذة مايا، فرصة سعيدة، كيف حالك؟ والله أنا أسعد وشكرا جزيلا لسعادتك والمصورين وقناة السعيدة. ربنا يعطيك العافية. آمين. إبراهيم المسيبي وعالم الحلويات المخصصة في مشروعك الخاص حلويات أبو هاشم. أبو هشام. أبو هشام، حلويات أبو هشام. أنا عندي مسجل أبو هشام. أبو هشام. مين هشام؟ هشام ولدي. ربنا يخلي لك ويا رب. كم آمين. عندك أولاد؟ عندي هشام وهلا. إيش معنى ما خليتش أبو هلا؟ لا. حيز الذكوري دائما. لأنه بيكون المجهود على الرجل أكثر من ال. والمرأة تبذل مجهود أيضا. أنت راح تركز أنت في برنامج خاص في المرأة. إحنا كخلية نحل في البيت. نشتغل كلنا الحمد لله والشكر لله. جميل. مين اللي بيصنع الحلويات الحلوة هذه اللي احنا شايفينها الآن موجودة معنا؟ والله احنا بنتشارك بس اغلب العمل على علي انا. بتسويها انت بنفسك؟ رائع رائع. هنا في جمهورية مصر كونك اشتغلت على هذه الفكرة، كلمنا عنها اكثر، ايش هي فكرتك؟ والله في الاساس انا جيت اول مرة علشان اعالج الست الوالدة الله يحفظها ويطول في عمرها. تحية خاصة لها. أيوة. وعلى أساس كان علاج، وبعدين أخي الله يبارك فيه عادل طرح علي هذه الفكرة أن أنا أعمل حلويات. فكانت بداية انطلاقتي من مطعم باب اليمن. كنت بتسوي فيه حلويات. أيوة بالضبط. فتوسعت الحمد لله والشكر لله، شفت المطاعم الثانية وكان في إقبال كبير جداً خصوصا في رمضان، والحمد لله والشكر لله معي عملاء كثير أوصل لهم أوردرات طبعا. جميل، الله يوفقك. يعني طيب أضيف مصر من شرقها لغربها خصوصا في رمضان. أنت اللي بتوصل؟ أحيانا إذا ما فضيتش أطلب معي صديق مصري عنده عربية هو اللي بيوصل الأوردرات. ما أروعك. طيب إيش اللي خلاك تتجه لمجال الحلويات أكثر؟ والله هذه قديمة جدا، من 85 بدأت. 85 إيش؟ سنة 1985. نعم. إيش في بذك السنة؟ إيش حصل؟ أصلا هويت عشقت المهنة هذه اللي هي أنا أخذتها من صهيري زوج أختي معروف في صنعاء إسماعيل بركات، فعشقت المهنة هذه واتجهت نحوها. وجيت هنا مصر حبيت إنك تصنع اسم خاص في مجال الحلويات الصنعانية، إيش معنى الحلويات الصنعانية تحديداً؟ لأنها نادرة الوجود في القاهرة. نادرة، نادرة جداً. وعليها إقبال؟ عليها إقبال كبير برمضان خاصة، إقبال كبير جداً. طيب، من اللي بيبرع أكثر في عمل الحلويات، الرجل ولا المرأة؟ لا، أنا. حتى ما قالش الرجل، قال أنا عجباني حكاية الاعتزاز بالثقة صراحة. أنا والحمد لله والشكر لله. لأني متأكد إن حلوياتك حلوة، حنذوقها ونشوف بعد. حنذوقي وجربي إن شاء الله تعجبكم. طيب كم لك ما دخلت مصر وبدأت هذا المشروع؟ والله أنا من 19 مايو 2018 وما عاد رجعت اليمن خالص. لا والله. مش ناوي ترجع؟ يا ريت أرجع، بس الأوضاع لابد ما تفرق، ربنا يفرج الهم إن شاء الله. طيب نتكلم عن الأنواع الجميلة اللي أنت جايبها معك اليوم للاستوديو. هذه هناك شعوبية. قلت لي تأخذ كم فترة تحضير؟ يعني لو عايز أشتغل 100 حبة يعني يأخذ لها ساعتين. ساعتين لمية حبة. النوع الثاني؟ النوع الثاني اللي هو صاري محشي باللوز. هذه إيش اسمها؟ صاري. صاري. صاري محشي صاري باللوز. صاري محشي باللوز عبارة عن إيش هاللي هذا ورق؟ لا هذا ورق. عجين عجينة، عمل العجينة وعمل لها كربونة الصوديوم وقليل سمن، بس هذه اللي بتدخل فيها. وتحشيها باللوز؟ أحشيها باللوز وبعدين تقيش دور الشيرة. وبعدين ادخلها الفرن اول حاجه. ايوه بعدين طلعتها بعدين من الفرن خلاص. طيب وهنا معنا المعروف دائما الرواني. الرواني هذا معروف عليه اقبال كبير جدا. ايوه بالضبط.
وهنا معانا ايش؟ هنا بقلاوة محشية باللوز. بقلاوة محشية باللوز. اكثر صنف يقبل عليه اليمنيين هنا في مصر؟ اكثر الاصناف اللي هي الرواني والشعوبية. الرواني والشعوبية. وبتشتغل قلت لي في رمضان اكثر. نعم في رمضان بيكون ضغط. موفق ان شاء الله فيه دائما. آمين يا رب. يا رب. في العمل بتنتج اعمالك من البيت؟ من البيت طبعا. عندي معمل في البيت خاص بالحلويات. وفي حد بيشتغل معك فيه ولا لا؟ فقط لا انت؟ لا العائله بس. انت وعائلتك؟ انا وزوجتي والاولاد. تحيه خاصه لزوجتك ولاولادك. وما فيش اجمل من انه العائله تكون كلها متكاتفه في انجاح مشروع رائع مثل هذا. احنا حبينا نتكلم اليوم على مجموعه من الاصناف. هل في اصناف حلويات صنعانيه اخرى غير هذه الاصناف؟ ايوه باقي اللي هي القضايف بس. عملها برمضان. اللي يجي زي الشعيريه. ما فيش يقبل عليها كثير. طيب وهنا لما يتواصلوا معك كيف بيتواصلوا معك على اساس ياخذوا من هذه المنتجات؟ عندي جروبات في هنا في القاهره مشترك بهن، وعندي صفحه في الفيس، بيتم التواصل مع العملاء بالواتساب او اتصال. واسعارك كيف؟ والله اسعاري من يوم ما جيت مصر وهي ثابته. ما يعني ما رفعت اجا عشان يقبلوا عليك. لا يعني المواد حاليا هذا الايام مرتفعه. هو انا علشان ادخل لك لهذا الجانب، انه كيف بتسوي في المواد الخام؟ بتلاقيها هنا بسهوله ولا لا؟ اسعارها سهله صعبه؟ لا اسعارها متوفره، موجوده ومتوفره، بس هذه الفتره اسعارها زادت مش عارف ليه. ونفس المواد الخام اللي في اليمن موجوده هنا بمصر. شاركت في بازارات في؟ نعم شاركت في معارض وفي بازارات. وكيف مردودها عليكم انتم كأسر منتجة؟ والله الحمد لله، بس يحتاج لها دعاية. البازارات تحتاج لها دعاية ولفتها من رجال الأعمال والمسؤولين. صحيح، للحضور لها، لمعرفة الرجل اليمني والمرأة اليمنية هنا بإيش يشتغلوا، كيف يحاولوا أنهم يثبتوا ذواتهم، الأعمال اللي بيشتغلوا عليها، الدعم اللي ممكن أنهم يحتاجوا، الأشياء الناقصة. على فكرة يا أستاذة مايا، إحنا مش محتاجين دعم مادي بقدر ما هو دعم معنوي ونفسي. احنا الأسر المنتجة يعني محتاجة مكان بس اللي تبيع منتجاتها. يعني الأسر المنتجة الحمد لله كلها منتجة. مش محتاجة دعم من أي واحد، دعم مادي، محتاجين مكان بس. المكان نعرض منتجاتنا بس. أنت الآن ما عندك مكان هنا تعرض فيها؟ لا أنا عندي المطاعم أتعامل معهم وأجيب لهم طلبات. جميل جميل، الله يوفقك. آمين. هل في كل حلوة من الحلويات سر نكهة معينة؟ طبعا الرواني هو عبارة عن بيض، كله بيض، يعني حاجة قليل دقيق، إنما الشعوبية والصاري والبقلاوة كلها دقيق، والدقيق مع السمن، وحشيها برضو باللوز. بتختلف نوعية المكسرات من حلوى للثانية؟ في عملاء يطلب بالفستق، وفي عملاء يحب باللوز. وأفضل حاجة تحبها أنت من الحلويات اللي تصنعها؟ البقلاوة والصاري. البقلاوة؟ والصاري. والصاري، ربنا يوفقك إن شاء الله. آمين يا رب. إحنا مبسوطين لأنك كنت معنا. أنا والله العظيم أنا الحمد لله سعيد بتواجدي هنا، وشكرا على الدعوة. شرفتنا ونورتنا. الله يبارك فيك. إبراهيم المسيبي، حلويات أبو هشام. دائما عالم الحلويات عالم واسع جدا، لكن الحلويات الصنعانية تأخذ قصها هنا من الظهور في جمهورية مصر العربية عن طريق السيد الرائع إبراهيم اللي كان ضيف حلقتنا في هذا اليوم. معنا حلويات كثير حنتذوقها ونقول لكم عليها، هذه حلوة وأنا متأكدة أنها لذيذة وجميلة ورائعة بجمال ولذة الأشخاص اللي بيصنعونها، هذه العائلة اللي احنا بنفتخر فيها لأنها تقدم على هكذا مشاريع. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. كل حاجة في حياتنا لها أشياء جميلة وأشياء سيئة، إيجابيات سلبيات، كل حاجة في حياتنا لها حكمة من وجودها. فالنصف الثاني في المجتمع، النصف الحلو اللي هو أنت، لك حكمة في وجودك في المجتمع بأنك تكوني كينونتك الخاصة وأن تكوني أسرتك ومجتمعك. في برنامج لك بنحرص على هذه الأشياء، ونحرص على تشجيع المرأة اليمنية على الاهتمام بقدراتها بمواهبها بمهارتها. ما تلتفتيش للمثبطين منك أبدا، وحاولي أنك ترمي كل همومك خلف ظهرك واشكي لمن يحمل في قلبه وروحه السلام والمحبة لك من الأشخاص ذوي الثقة.
وقبلها لله سبحانه وتعالى. وعيشي دائما بكل خير وتفاؤل ومحبة وسلام لكي تكوني الأفضل دائما. إلى أن ألقاك أتركك في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.